اول فيديو لينا في 2024 عام جديد الاخوان، ولكن غنكملوا في نفس الخدمه بلا نحاول نطوروا ونزيدوا منها. مهم الاغلبيه فيكم يكونوا سمعوا هاد الايامات حول واحد الفيلم ديال الرعب مبلبله اللي سميتو سجين، فيلم اللي الصراحة ماشي يلا خرج بل خرج في نوفمبر غادي شهرين. اللي خلى الفيلم يولي فايرال ماشي انه قصة رعب فقط، فرش عامل الفيلم ديال الخليعة كيخرج، بل كيقول انه عامر بحر اسود واي واحد كيتفرج فيه كافيكتيه موراه. كثر ماشي الفيلم كتسمعوا فيه ايات قرانيه وتمن الكوفر، فراه من الكوفر كيبان لك داكشي عاد باش فصل الفيلم كيتم تطبيق السحر. فهاد الفيديو نحاول ندير لكم ريفيو على هاد الفيلم بلا ما نحرقوا عليكم ونوضحوا لكم كامل، بالاضافه راني نقول لكم فين تقدروا تفرجوا فيه كاع الا بغيتوا. غا هو قبل بغيت كلشي كومونتي في هاد الفيديو بالضبط اول فيديو عندنا في العام، نتمنى انكم تسيبورطيو وتموتيفيونا باش نكملوا. ولكن قبل ضروري ما ننصحكم بطبطب بالنسبه لاي واحد ساكن على برا وكيحل باش يصيفط فلوس لدارهم في المغرب لاصحابو صول العيد رمضان ولا اي مناسبه كيبغي يفرحهم ويصيفط لهم، عقلوا مزيان انت برا ولا فهاد البلدان اللي غنوريكم هنايا وكتبغي تصيفط للمغرب كتبقى طبطب هي احسن حل ليك. فين تقدر تصيفط اي مبلغ بغيتي في الحين ومن بلاصتك، فين تلا صيفطتيه اليوم ساهله باش ياخذوا الفلوس، مشوا الاقرب كاش بلس ليهم وفاكاش ولا حتى التجاري وياخذوا فلوسهم. ونزيدكم الا كتبتي الكود برومو ديالي فاروق قبل ما تصيفط داك المبلغ اللي صيفطتي كتزادك 50 درهم بونص فابور، لكم انكم تستعملوا كود برومو ديالي وغتلقاو ليا ديال طبطب باش تريشارجيوها في الديسكريبشن. كاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالة. اول حاجه غنبغي نوضحها كيف ما بزاف منكم عارفه هو ان هذا الفيلم ماشي جديد، بالاصل ديالو تركي وخرج هادي 10 سنين كسيري ديال 6 افلام تحت عنوان واحد اللي هو كان سميتو سجين بالتركية، واللي كيتناولوا فيها نفس القصة. عاهي عطاو فيها لي ديتاي بزاف، راه عندك 6 افلام ديال ساعة ونص لواحد ماشي هي فيلم واحد فيه ساعة و40. باي ذا واي السيري ديال الافلام التركية ديجا كاين واحد لاشين في يوتيوب مليحة فابور الا بغيتي تفرج هي هادي، نقول لكم كنتهلاش فيكم. السلسلة ديجا لقات نجاح كبير في وقتها اللي كيف ما قلت لكم هي تركيا وتنتجوا منها 6 بوستو ما بين 2014 حتى 2019 وتما سالات بالفيلم السادس. هنا بقات محتاجش اني نقول لكم انه من الفيلم الاول باين فيلم ديال الرعب، فراه من السمية ديالو كيبان لك الامر. سجين اللي لا جيتي تعرف في المعنى ديال الاسلام تقدر تزيد تخلع وتزيد تدخل في القصة. فسجن هو واحد المكان كيمشيو ليه الفجار بعد الموت، فين على حسب أغلبية الكتب هي الأرض السابعة السفلى. كل بساطة هي الأرض السابعة اللي فيها الكفار مع إبليس. كاين البعض كيقول أنها واحد البئر في جهنم، المهم هادو هما الشروحات. فكيف ما قال كعب الأبحر، روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى السماء أن تقبلها، فيهبط بها إلى الأرض فتأبأ الأرض أن تقبلها، فتهبط فتدخل تحت سبع أرض حتى ينتهي بها إلى السجين وهو حد إبليس. بعد شروحات أخرى اللي كيقولوها الناس الكور اللي كيتفرجوا فيها ولا لي تيك توك، كيقولوا أنها هي أقصى مرتبة ديال جهنم والسابعة فيها. حتى وضحنا العنوان ديال الفيلم بحد ذاته كيخلع، نجيو الفيلم اللي خلق الضجه كامله الا وهو سجين ديال 2023 اللي خرج في نوفمبر هادي شهرين، اللي فيه ساعه و40 دقيقه اي ساعتين قل ثلث. كيف ما قلنا انسبيري من دوك الست الافلام الاولين تواركا، وفي البرودكسيون ديالو اللغه اللي غيدار بها هي الاندونيسيا. فاكتور مهم علاش؟ حتى السكان هاد البلد مسلمين، 90% من السكان الاندونيسيا مسلمين، ركزوا على هاد المعلومه. النسخه الاندونيسيه ديال سجين اللي على هاد الفيديو غتقول الاولى ما كتعرفي والو، خصوصا في الكوفر والدعايه للفيلم اللي خدات عليه بزاف الانتقادات نظرا لانها بلد اسلامي اللي تبرودويزا فيه. فراه في الكوفر ديال الفيلم كتب لك واحد المرة فحال مسكونة داير بها واحد الغطاء مكتوب فيه بالخط العثماني، اللي لحققتي في داك الخط مزيان غتقدر تكتشف منه شي كلمات فحال بسم الله الرحمن الرحيم هو الحي القيوم، كلمات اللي كيتواجدوا في آية الكرسي بصورة البقرة. يعني شنو مكتوب في داك اللفاف وداك الكحولية؟ مكتوبة آية الكرسي، آية اللي كيف ما كتعرفوا كتقراها كمسلم باش تحصن وتحمي راسك من الشر، خصوصا من الشياطين الأرواح الشريرة والجن. سير ما في الكوفر حاطين ربعة المصاحف دايرين بديك السيدة اللي مسكونة فواحد البيت ولا دار كتبان مهجورة وقديمة. طبيعة الحال تستعمل الدين هكا في بلد إسلامي ولد انتقادات كبيره على الفيلم حتى قبل ما يخرج كاع، خصوصا اننا حنا كمتفرجين ديال الافلام ديال الرعب لطالما ولفنا انهم الافلام ديال الرعب يتغوليو المسيحيه، كتب لك تما شي راهبه كيما لك الصليب كيقراو عليه، دونك ديما افلام ديال الرعب تغوليو بالمسيحيه، كانوا ديما كيخليو الاسلام بعيد. لطالما خلو الاسلام بعيد ولكن في هذا الفيلم قرروا يدخلوه، ممكن في نفس الوقت هذا هو السبب اللي خلى بزاف من اللي يتفرجوا يزيدوا يدخلوه. فراه تسمع اللاتينيه ماشي هي تسمع القران. هنا فين غنبغي نسمع الراي ديالكم في هذا الموضوع، واش الفيلم كان خاص يتم المقاطعه ديالو ولا يخليه يخرج كيف ما داروا؟ عارف انه بزاف منكم حاليا كيتسائلوا او علاش كيدور هذا الفيلم، شنو فيه كاع اللي كيخلع؟ انا نحاول نقول لكم شنو كيدور فيه بلا ما نحرقه. الفيلم كيدوي على واحد العائله اندونيسيه فين واحد البنت من العائله كانت كتبغي واحد السيد، داك السيد ديجا مزوج وعنده ولادو ودير عائلته، واخا هكاك ديك البنت ما بغاتش تحيد من دماغها ولا الفكر ديالها انها تبعد منه
تفرقوا عليها كان ضروري مازال باغي يكون معاها ويكون ديالها. امر اللي تفعل انها توصل انها تستعمل السحر الاسود باش ترجعوا ليها وتجلبوا لعندها. امر اللي كيف ما غتشوفوا غيقلب الدنيا عليهم كاملين. احداث الفيلم كتدور على هادشي. عرفتوا شنو؟ انا غنجيب بعض الاصدقاء ونحاولوا نتفرجوا في التريلر، التريلر داك المقتطع الصغير اللي كيخرج قبل من الفيلم، ونشوفوا لي رياكسيون ديالهم على هادشي. هما يا اخوان اليوم جمعت لكم جمعت الناس هنا بي انا اربعه معنا السي عبد الحميد الصابري. السلام عليكم. كيفاش الرياكسيون في المغرب؟ ثاني هو علاه انتوما العزاب والله الا فقعاو باش نوريو باش يولي شي كل شيء. معنا فاميليا الناس ديال ريفيوات والملاحظة. شو الاخوان معلومة حصرية راه ولا طرافور غتجاوب وشوف ماشي ايوا غتجاوب بوصا هي الاخر. ومعنا الثالث السي فرعون يا السابق راه طراف بفرعون الشوط نعطي نمبر 1 اكثر فيلم مشهور في افريقيا. المهم اليوم جمعتكم الخوت حيت كاين واحد الفيلم كيقول لك انه اكثر فيلم خرج كيخلع في التاريخ، وهو واحد الفيلم اللي صراحه كيقول لك لا تفرجي فيه غتبقى فيك السحر الاسود ولا غي افكتك. اوكي ما قلتيش ليا هذا الشيء خاف اروح انا نخاف من هذا الشيء. تريلر ماشي فيلم. راه ماشي ريل هو تريلر، هي ديك البجيه ديال شي فيلم تيعطيك تيحمسوك واش بوندانونس سونامونس اشعار باش تفرج في الفيلم، فهمتي؟ تكونسونطرا وتفرجوا معاه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دابا نشرح لكم القصه اللي ما فهميناش. دابا هذيك الدريه الصغيره هذه اللي بنت كتبغي واحد السيد وهو ديجا مزوج ومفورمي عائلته، وداك خونا بحال ما كيبغي ما سهلش عليها الله معاه. دونك شنو غدير باش يولي عندها؟ شوف وهذا ناري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماشي سمعتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ما نساوش راه اندونيسيا 90% منهم مسلمين، دونك هادشي راه اضافه الماء. قول لي شي عندها نوسيا هي المعلم وخط. قالها ناري كيجي تدخل عظامها. يا وحق الله غير تبوش هاد عيال حبيقه زعما البلادي. لا انا شوف اخو انا خوه فانا بدا كنخرج باش الصور البلان ديالو انه انت ملي كتخرج فيلم خليل مولفه كتسمع داكشي اللاتينيه ديال المسيح وكذا. فرعون تصمك صافي سير كما قلت لكم الفيلم ديجا خرج في قاعات ديال السينما في اندونيسيا في نوفمبر، ويلا وصل لماليزيا السيمانه اللي فاتت اللي حتى هي الاغلبيه فيها سكان مسلمين. راه 60% من لا بوبولاسيون ديال ماليزيا مسلمين، واخا هكاك عرضوه. يعني الفيلم باقي مقتصر على قاعات السينما في اندونيسيا وفي ماليزيا. الا ماكش ساكن في هذه البلدان هذا يمكنش تشوف تفرج فيه في السينما. ما عرفتش صراحه واش يدخلوا البلدان الاخرين حيت غالبا يتم المقاطعه ديالو في البلدان الاسلاميه اللي بغاو يدخلوه. بمعنى انك ما يمكنش لك تفرج فيه حاليا الا لا تفرج فيه واحد الفيرسون راه كاينه حتى في يوتيوب مليوحه وحتى في لي بلاتفورم الاخرين فين كان واحد الشخص اندونيسي في الفيلم كامل، ولكن ما كيبانش كواليتي مزيانه كيتزعزع وتا اللغه الاندونيسيه يعني ما غتفرج كاع. بمعنى انك ما يمكنش لك تفرج فيه، واللي قال لك تفرج فيه راه كذب عليك ولا تفرج فيرسون تركي اللي فيها 6 الافلام وتلف مع هذا هادشي اللي كاين. اهم سؤال شنو الراي ديالكم؟ واش الفيلم كان خاصو يتقاطع في اندونيسيا وماليزيا وخاصو يتحبس من انه يدخل المغرب والبلدان العربيه ولا يخليهم؟ بغيت نسمع الراي ديالكم اللي هو اهم حاجه في لي كومونتير. مع اللي نقول لكم سنه سعيده بديت العام هذه. كان معكم فرق لايف، تلقاو فيديو جديد. تهلاو ليا فراسكم.